بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، حيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. الأجنة بمناسبة الساعات السعيدة لميلاد الرسول الكريم محمد مصطفى بقى عليها ذكرى الرسول الكريم، تقام الصلوات التعبدية في بلاط النبوي صلى الله عليه وسلم. تجري الاستعداد على قدم وساق في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بعيد ميلاد بإخلاص واحترام. تداعى المباني العام والخاصة والمساجد والأسقاء بالأضواء الملونة. عقدت جلسة استماع في ليك فيو بارك إسلام آباد بالتعاون مع التلفزيون الباكستاني، وكالة التنمية الفيدرالي فيما يتعلق بالرحمة العشرة للعالمين، حضر الحفل أفراد وعائلات من مختلف مناحي الحيات. قال الرئيس الوزراء عمران خان انه سيتم الاحتفال بعيد ميلاد اون النبوي في جميع انحاء البلاد بطريقه كبيره. وقال رئيس الوزراء في تغريده له ان الرئيس الدكتور عارف علوي سيستضيف حفلا بمناسبه ميلاد اون النبي لشرف الاحتفال بهذا اليوم المبارك في المركز. رئيس مجلس الوزراء عمران خان ورئيس أركان الجيش العماد قمر جاويد باجوا مركز القيادة الوطنية والعمليات، حيث أطلعوا على الإجراءات المتخذة للسيطرة على كورونا. كما أطلع رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بحق المواطنين في الحكومات الاتحادية. ووجه رئيس مجلس الوزراء كافة الجهات المعنية لتنسيق جهودها في مجال التعقيم. قام قائد الجيش العماد قمر جاويد باجوا بزيارة مقر المخابرات الباكستانية، وبحيث استقبل مدير عام المخابرات الباكستانية الفريق الركن فايز حميد قائد الجيش، واطلعهم على الأمن الداخلي للبلاد والوضع في أفغانستان. وأعرب الجنرال قمر جاويد باجوا عن إرادته حتى ليعد المخابرات الباكستانية. استدعت سفيرة الصومال خديج محمد المحرومي رئيس أركان البحرية الأدميرال محمد أمجد خان نيازي في مقر البحرية في إسلام آباد، وبحيث تتحزأ المناسبة الأوضاع الأمنية في المنطقة وتعاون البحري الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث ثمن السفير الصومالي دور البحرية الباكستانية في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. يدور القتال اليمن بين الجامعة الدول العربية والمتمردين الحوثيين، حيث زعمت قوات التحالف مقتل أكثر من 150 من المتمردين الحوثيين في الهجوم على المارد، وقتل أكثر من 1100 متمرد حتى الآن في المعركة المستمرة للسيطرة. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.